أيضاً من الحملات اللي هي تعتبر دعم للأم والمرأة المصرية أو للأسرة المصرية اللي احنا شغالين فيها بقالنا 3 سنين، زي برضو حملة دعم الغارمين، فك أسر الغارمين وتوفير مصدر رزق ليهم، أيضاً حملة ستر بناتنا. حملة ستر بناتنا اللي احنا أيضاً تعاوننا فيها مع بنك الكساء المصري، وطبعاً بنوك الخير كلها هم متعاونين معنا من البداية، ولكن بنك الكساء المصري كان بيعمل حاجة كويسة جدا. ودي في الأصل دايما بقول إن حملة ستر بناتنا دي هي الأصل بتاعة يعني أو الجوهر أو علاج الجوهر أو علاج الجذري لمشكلة الغارمين، لأن إحنا اكتشفنا إن معظم الغارمين والغارمات كانت مشكلتهم إن هم بيستدينوا، بيكتبوا على نفسهم شيكات بدون يعني شيكات على بياض علشان يجيبوا جهاز لبناتهم، وطبعا الدين بيتفاقم بيعرفوش يسددوا فبيدخلوا السجن ويتحولوا إلى غارمين وغارمات. فهي أيضا يعني إن أنت بتعفهم أو إن أنت من الأول خالص بتحاول إن أنت تقفل وتسد الباب ده، فإن أنت كان بيقدموا لهم دايما هدية العروسة، وإحنا عملنا زي ما أنتم شفتم قبل كده أو متابعنا عملناها كتير، بقالنا صورنا كتير في من خلال حملتنا شفنا قد إيه فرحة العرايس وأهاليهم بتقديم هدية العروسة ليهم. وإحنا النهاردة هنعرض على حضراتكم تقديم 40 جهاز عروسة بحلوان، كان في مجمع عمر بن الخطاب وادي حب حلوان، تم تقديم 40 جهاز عروسة لليتيمات والأسر يعني العرايس اللي هم من أسر مستحقة ومحتاجين فعلا لجهاز العروسة بدل ما يستدينوا. فإن أنت بتحاول بقدر الإمكان أن أنت تفرحهم بتقدم لهم هدية، كنا مسمينها ستر بناتنا على أساس أن احنا بنقدم لهم هدية وهم دول بناتنا. تعالوا نشوف تقريرنا عن ستر بناتنا وبعد كده نطلع فاصل وبعد كده نستقبل ضيوفنا. موجودين النهارده في مجمع خيري لجنة زكاة عمر بن الخطاب بحلوان، حفل توزيع شنطة العرض الفرح من بنك الكساء المصري اللي بنتعاون بيها بقالنا 3 سنين، حملة ستر بناتنا مع قناة المحور برنامج مصر أحلى أستاذة وفاء طولان. احنا النهارده بنعمل فرح، حاجة فرحة يعني كده، ال 40 عروسة الموجودين معانا، حالات الجمعيات المقيدة عندنا في الداتا بيز بتاعة بنك الكساء. الحالات موجودة من مصر كلها، في ناس من البحيرة وناس من الجيزة وناس من القاهرة، من كل محافظات الجمهورية. شنطة الفرح بتتكون من لحاف فايبر، مفرش سرير، بطانية فاخرة، ملابس للبيت، ملابس خروج، فوط وملايات، وفينا هو ده اللي متواجد معانا على طول. ان شاء الله الحملة دايمة ومستمرة بالتعاون ما بيننا طبعا وما بين البرنامج وقناة المحور. بيتم اختيار الحالات عن طريق الجمعيات المسجلة عندنا، الجمعية بتقدم طلب للعروسة، بنعمل كشف بيها، تنزل إدارة الأبحاث تبحث عن الحالات دي، تبعت لنا الجراد ان الحالات دي مستحقه وتتوفر فيها الشروط، فبنصرف لها الحاجه على طول. صوره القسيمه تكون مكتوب كتابها بس عشان لضمان ان الحاله ان العروسه في جهاز يعني بتتجهز ومحتاجه المساعده دي من بنك كساء. احنا مستمرين في الحمله، عملنا في القليوبيه قبل كده حفله، وعملنا في الجيزه حفله، والنهارده في القاهره حفله، وان شاء الله الحفلات مستمره معانا بعون الله في محافظات الجمهوريه كلها. تواصلنا مع بنك الكساء وعرفنا ان هو بيجهز العرايس، فتقدمنا ب 11 حاله من الحالات اللي عندنا لشنطه العروسه، وكان بنك الكساء بالتضامن مع برنامج مصر احلى، والحمد لله قدمنا الحالات كلها من الأرامل والمحتاجين من الجمعية، وتم البحث عليهم، وهم النهاردة بيستفيدوا من شنطة العروسة اللي بيقدمها بنك كساء بالتعاون مع البرنامج. الحالات كلها عبارة عن أرامل أيتام، بنات أيتام، سواء مثلا أسر أرامل، سواء بعض الحالات اللي هي المرضية المستعصية وهم غير قادرين على الجهاز، وكم من حالات منهم للأسف يعني ما تمتش بسبب احتياجهم للحاجات اللي هم المفروض يجيبوها وما قدروش يجيبوها. الجهاز اللي هم خدوه ده النهاردة هيفيدهم كتير جدا نظرا لسوء الأحوال الاقتصادية بتاعتهم، لأن هم فعلا غير قادرين على إن هم يجيبوا الحاجات دي، أو ما عندهمش أي نواحي مادية تخليهم تكسبوا من هم يجيبوا الحاجات دي. بنشكر بنك الكساء وبنشكر برنامج مصر أحلى على المجهود الرائع اللي احنا شايفينه دوت، وبنشكرهم على الحاجات الجميلة اللي مقدمينها للحالات، وجزاكم الله كل خير.
أنا فرحانة ورحمة النبي يا ابني، وبنتي يتيمة يعني باباها متوفى، وأنا مكسورة عليهم وبربيها يعني، وربنا يا رب يفرحكم ويفرح الجميع ويخليكم لينا يا رب. الحمد لله إن أنا مبسوطة إن أنا هاخد حاجات لبنتي، والله أنا ما جايبة لها أي حاجة لسه، والله الله على باب الله والله العظيم. وربنا يا بنتي يخليكم ويسعدكم ربنا للناس الغلابة يا رب، ويكرمكم ربنا يا رب. بس أنا صوت أنا عيانة، بس أنا هزغرة بس أنا مش قادرة والله العظيم. فرحانة طبعا ومبسوطة اللي أنا خدت الحاجة ديت، لأن هتجوز بيها بعد شهرين بإذن الله. بقالي فترة مخطوبة وابتدت ومتأخرة، لما الحاجة جت طبعا أنا هتجوز قريب. مبسوطة جدا، والفرحة اللي أنا فيها ما تقدرش يعني. كل بنت لازم تبقى فرحانة إن في حاجة بتتشال من عليها، وفي حاجة برضو بتبقى يعني رؤوفة بنا يعني، الحمد لله. هي مخطوبة بقالها سنة ولسه كاتبة بقالها كام شهر كده. احنا والله مبسوطين جدا ان انتوا موجودين معانا وبتستقبلونا الاستقبال الجميل ده. ربنا يبارك لكم على اللي انتوا كله بتعملوه والله. ربنا يبارك لكم، ربنا يبارك لكل اللي بيعمل كل خير. احنا بنشكر البرنامج اول حاجة ان هم بيقوموا بالحاجة العظيمة اللي هم بيعملوها ديت، بيساعدوا البنات اللي هم مش قادرين على الجهاز. نشكرهم جدا، احنا فرحانين قوي والله النهارده ان احنا جايين نستلم اي حاجه. وبنشكر بنك الكساء ان هو بيساعدنا على الحاجات اللي هو العظيمه اللي بيكتبها لنا بيها. بنختار الحالات بعد عمل بحث اجتماعي ليهم، لان بيبقى الاب توفى خلاص ومفيش عائل للاسره، والبنت طبعا لازم نقف معاها ونفرحها، فبنديها الكسوه بتاعتها دي. وبين احنا هنا في اللجنه بتاعتنا احنا كمان بنساعدها برضو بجهاز من عندنا احنا كمان، سواء ثلاجه او بوتاجاز او غساله. ممكن الزواجه تفشل بسبب ارتفاع الاسعار، وفي نفس الوقت ما بتقدرش الام، لان الام بتبقى هي اللي تعتبر الام المعيله، فبتعتبر هي الاب والام، بتبقى هتصرف ولا هتربي ولا هتعلم ولا هتجيب جهاز، بيبقى في اطفال تاني صغيرين عنها عن العروسه بتاعتها، فبتفشل الزواجه من كده. النهارده فرحه ما لهاش فرحه بعديها، يعني هم ربنا راسم عليهم الفرحه كلهم، وكلهم فرحانين وسعداء. احب اشكر الاول برنامج مصر احلى بتقديم الحاجات ديت، هو بالتعاون مع بنك الكساء المصري. واحب الاول طبعا حالتنا بتشكرهم طبعا عن الحاجات الجميله اللي هم قدموها لهم عرايس كطقم، الطقم والحاجه. مفيش حد يقدر يوصف فرحه العروسه طبعا باي حاجه، باي كلام طبعا هيتقال او اي حاجه، بس يعني هو شعورهم النهارده اللي هم ماشيين مبسوطين، دي كفايه، دي بالدنيا كلها.